يقول فضيلة الشيخ: الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بذكر لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكر ذلك الإمام في الخطبة أو يؤمن على الدعاء، فهل هذا يعتبر من الكلام في أثناء الخطبة؟ وماذا يشرع وماذا يشرع وماذا يشرع وما لا يشرع للمأموم أثناء الخطبة؟ هذا لا يعد من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالكلام المؤثر، فقال: إذا قلت لصاحبك، وأنت ما قلت لصاحبك، أنت مع ربك عز وجل، إذا ذكر اسم الله في أثناء الخطبة فقلت سبحانه، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت اللهم صل عليه، أو ذكر ثواب فقلت أسأل الله من فضله، أو ذكر عقاب فقلت أعوذ بالله، فإن هذا لا يدخل في الكلام المحرم. ولكن هل يسن للإنسان أن يقوله أو لا؟ أرى أنه لا بأس أن يقوله، وهذا مما يدعو إلى حضور قلبه مع الإمام بخلاف ما إذا غفل، ولكن بشرط أن لا يشوش على من حوله.